اهلا بحضراتكم من جديد. مؤكد ان احنا مستمتعين جدا بهذه القراءه في تاريخ واحد من اعظم الافكار. الاهلي اكثر من مجرد نادي، الاهلي اكبر من كلمه نادي الالعاب الرياضيه او نادي كره القدم او حتى بطل في كل الالعاب اللي مارسها النادي عبر 113 سنه، اللي اعتقد وصوله الى المركز الاول على مستوى العالم حظا لبطولات كره القدم المتنوعه سواء المحليه او الافريقيه. الاهلي عنده 118 بطوله فيهم 93 بطوله محليه و20 بطوله افريقيه واربع بطولات عربيه حسب موقع جول العالمي اللي حطه على المركز الاول في النسخه الاسبانيه لموقع جول لاكثر انديه العالم تتويجا ببطولات كره القدم المتنوعه. وطبعا حدث ولا حرج عن كل الالعاب اللي بيمارسها النادي الاهلي، وهذا النجاح الكبير المبهر خلى الناس كلها من المنتمين للاهلي هم اللي بيفخروا بانتمائهم للاهلي، لانه لما يطلع كلام صغير يصنف الجماهير مين مش عارف ايه ومين ايه، نقول له لا هات الدفاتر، بصوا شوفوا نوعيه هذه النخب الكبيره جدا اللي مش بس احبت الاهلي، ده اللي ادت للاهلي بكل هذا الصدق. الاهلي كل الناس المنتميه ليه مع كل التقدير والقيمه ليهم هم اللي بيفخروا بكونهم اهلاويه. الفرد هو اللي بيفخر بالكيان مش الكيان اللي بيتشدق بانتماء سين او صاد ليه. نجوم الفن في كل مناسبه بيتباهوا ان هم اهلاويه. انا بقى اهلاويه، انتوا كله يعني من اول مكان ليا مدارك الاختيار انك تعرفي تختاري، يعني كنت في سته ابتدائي بقى ايام قلت لهم انا اهلاويه. طبعا هو انا اهلاويه بس طبعا اللي يستحق الفوز يعني طبعا يبقى هو ده يعني انا فارق. انتوا بتعلنوا اهلاويتكم على الهواء؟ لا اهلاويه طبعا، والاهلي يعني طول عمرنا بنتفرج وبابا وكده وننزل نهيص في الشارع. انا اهلاوي ما فيش مشكله. مش هقول لك ميولك ايه لان كله بيهرب من السؤال. لا 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 خالص خالص. انا كنت زملكاوي وبعدين فقدت الامل بقيت اهلاوي. حمراء ام بيضاء؟ بص وانا اهلاوي بس يعني زي كل زي ما انت تابعتها بالظبط. انت تحب تشوف انت اهلاوي يا رمضان؟ الاهلي ولا الزمالك؟ الاهلي. انا صريح الاهلاوي. اهلي حديد. طب بس يا ده طبعا اهلي يعني عادي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي. فريقي المفضل في مصر الاهلي ام الزمالك؟ قولي. اهلاويه. اهلاويه. اهلاوي جدا جدا لان قلبي احمر وتيشيرت احمر. بحب الاهلي وانا اهلاوي. والله يا ميدو زي بقيه الناس كلها اهلاوي. انا يعني ابقى لوحدي. انا اهلاوي. وانت صغير؟ وانا صغير طلعت كده. طلعت كان والدك اهلاوي؟ اهلاوي اهلاوي ده صميم. ده العائله كلها اهلاويه. اكتر حاجه بتشيط جوزي مني ان انا اهلاويه. شايفه؟ فاسمعني بقولوا ايه العظمه دي كلها. يا خطيب يا ابا. دلوقتي محدش يعرف انت اهلاوي ولا زملكاوي. اهلاوي طبعا. انا كنت برضه حاسه بكده. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي جدا. اهلاوي جدا كمان. الاهلي. ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى. هتزعلني. طب شو رايك اسالك سؤال وتكلمني بطريقه الشيخ مصباح؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ايه؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. هنا في هنا في روح في روح في النادي الاهلي يعني. عايز اشكر بجد كل الناس اللي بتشجع النادي الاهلي، وعايز اقول النادي الاهلي فوق الجميع. يا جدعان انا فخور ان انا اهلاوي. حبيبه سعود حبيبه كريم. حبيبه رموز. ان شاء الله الدوري اهلاوي. انا بقى اهلاويه وبحب الاهلي وماليش في اي فرقه ثانيه. يلا. والعيال بقى بتوع بيت عقبه قاعدين وقالوا الواد ده ابن صلاح السعداني ده اهلاوي. يا نهار اسود. والله العظيم انا اتضربت ضرب. لا والله العظيم اتضربت. ما رحتش النادي تاني. ايه وزملكاويه؟ انا عارف ده. انا اهلاويه يعني لظروف كمان وراثيه، يعني انا عمي كابتن ريعو، فده يعني ازاي هبقى زملكاوي يعني. يا فندم هو انت اهلاوي يا يوسف؟ انا اهلاوي. ترجعي ايه؟ انا اهلاويه طبعا. برضو اهلاويه؟ ده ايه الجمال ده؟ ده ايه الحلاوه دي؟ احنا واعيين في ملقف يا عم. تختار للاهلي يا
تخسر 6-0 من الزمالك ولا تطلع في أغنية بترقص باليه؟ لا ممكن أرقص باليه. شجع قوي أهلاوي صميم جدا. طبعا لا جبنا سيرة الكابتن فيشاوي فاروق ولا 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 كابتن طبعا عادل الزعيم عادل امام صلاح السعدني يعني عمر عبد العزيز ومحمد عبد العزيز وكريم عبد العزيز الملك فيشاوي بقول الملك وما هي لا عشان رانيا قالت وبابا واحنا شفنا له لقطات وهو في بصوا يا جماعه يعني احنا كل دول حتى لما بيتسألوا فاتن حمامة طبعا يعني طبعا عمر الشريف دايما وابدا الافراد هم اللي بيفخروا بالانتماء غير طبعا الفنانين الشعبيين الجمال اللي هو اديك شفت عبد الباسط حموده وسعد الصغير وسعد الصغير وعبد وشعبان وشعبان يعني عبد الرحيم الله يرحمه ولا وانت كان برضو نانسي عجرم من الناس اللي كانت باستمرار بتحب تعبر عن اهلاويتها غنت النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي اللي احنا في رحابه اليوم في ذكرى ال 113 سنه على نشاته اعظم نادي في الكون اللي بيروي حتى الاطفال بحبه. واحد من جمهور الاهلي اعتقد محمود محمد او محمود علي على الفيسبوك عمل مشروع كويس قوي بالفيديو بين الاطفال في مختلف المحافظات. هو اللي عمل الاطفال تقولوا ايه للنادي الاهلي؟ نشوف الاطفال في حبهم للاهلي. طيب اهلي بحبك يا اهلي كل سنه انت طيب يا اهلي كل سنه انت طيبين يا اهلاوي كل سنه انت طيب يا اهلي بحب اهلي كل سنه انت طيب يا اهلي اهلي هو الحياه كل سنه طيب يا اهلي كل سنه انت طيب يا نادي اهلي يا حبيبي وقبل مليون سنه كل سنه انت طيب يا اهلي كل سنة وانت طيب يا أعظم نادي في الكون كل سنة وانت طيب يا أهلي انت طيب يا أهلي انت طيب يا أهلي النادي الأهلي هو الحياة كل سنة وانت طيب يا أهلي النادي الأهلي هو الحياة كل سنة وانت طيب يا أهلي 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 احنا وصل أهلاوية كل سنة وانت طيب يا أهلي 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 سنة كل سنة وانت طيب يا أهلي كل سنة وانت طيب يا أهلي كل سنة وانت طيب يا أهلي بحبك يا أهلي كل سنة وانت طيب 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 يا أهلي بحبك كل سنة وانت طيب يا أهلي النادي الأهلاوي أفتخر كل سنة وانت طيب يا أهلي انت طيب يا أهلي كل سنة انت طيب يا أهلي كل سنة انت طيب يا أهلي انت طيب يا أهلي كل سنة وانت طيب يا أهلي كل سنة وانت طيب يا أهلي بحبك يا أهلي كل سنة انت طيب يا أهلي كل سنة طبعا واضح الابتكار واضح الفكر واضح المجهود اللي اتبذل نحيي اي واحد يعني اهلاوي عنده هذه القدره وعنده هذا الاخلاص يا رب نشوف امثالكم كتير لكن النادي الاهلي اصله يعني انت قلت انه فكره مش مساله انه ان حاجه اتعملت يعني من يومه انشئ برساله صحيح يعني رساله سابقه عشان كده اعتقد هذه النجاحات الكبيره اللي خلته يكون اكثر انديه العالم تتويجا بالبطولات المختلفه نادي القرن في افريقيا كمان يحظى بهذه الشعبيه الكبيره جدا على مستوى العالم وفي محيطه العربي هو الاهلي كابتن نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس وواحد من محللي كره القدم الكبار لما كابتن اسامه حسني استضاف الرائع جدا علي معلول في حوار ولا اروع نبيل معلول الرأي عن الأهلي. أنا
انا اقول له علي برافو على الشيء اللي تعمل فيه، واختيارك للاهلي كان صعب جدا، لان الاهلي يعتبر مش من افضل الفرق اللي موجوده في افريقيا، يعتبر من افضل الفرق اللي موجوده في العالم. وهو يتذكر ممكن كلامي، زي استشارني مره في المرات كانت عنده عروض من اوروبا، قلت له يا علي راه وجودك في الاهلي افضل من تروح راه تحترف في اوروبا، لانه يعني اهلي فريق كبير، فريق معناها على مستوى عالي جدا، خليك في الاهلي راي شعبيتك باش تكون كبيره في الاهلي. ده رأي فني في قيمة الآلي وشعبية الآلي ومكانة الآلي عند الكابتن نبيل معلول. طب في الجزائر حفيظ دراج المعلق الجزائري الكبير، واحد دايما وأبدا في مبارياتهم ما بيقدرش أبدا يسكت إلا لما يذكر الآهلي بما يستحقه. سؤال من زياد دوت محمد دوت 90، ما رأيك في الآهلي المصري؟ أرجو الرد. هل يحتاج الآهلي إلى رأي يا سيدي؟ أهلي وواحد من أساطير النوادي في العالم، ليس فقط في مصر ولا في عالمنا العربي. الأهلي بشعبيته بتاريخه برصيده بثباته في كل مرة. الأهلي واحد من أندية العالم الكبيرة، مش بس الأندية العربية ولا الأفريقية. ده مش رأي مصري، ده رأي للمعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي، اللي الكلام يخلي كل أهلاوي يفخر ويسعد، وكل مصري يزهو انه مصر فيها نادي اسمه الاهلي. يتكلم عنه كمان عصام الشوالي. 2-1 الان، 2-1 قول الحق، خليك جريء، النادي الاهلي احسن فريق. 2-1 فعلوها الرجال، اولاد الرجال. الاهلي يصنع الحدث بهدف ابو تريكه ويمر للسيمي فاينل، يمر للسيمي فاينل المونديالي مره ثانيه في البيج فور، مره ثانيه في البيج فور. الاهلي يصنع التاريخ، يكتب الحدوته. فريق يعني الان يتجاوز انه يكون فريق كبير، تقول على فرق كبيره، لا، هذا فريق اسطوري بالفعل، هو من خانه الفرق الاسطوريه بألقابه بأمجاده بإنجازاته بامتيازاته. بدأتها بعنوان من يومه من تاريخه في ساعات الاختلاف، الأهلي يجمع المصريين، وفي ذات الساعات وفي يوم المحن الأهلي يرسم بسمة ويرسم دمعة، دمعة فرح في عيون المصريين. الأهلي يجمع المصريين على حبه عشان يكون أكثر أندية الوطن العربي والشرق الأوسط شعبية، وعلشان شعبية النادي الأهلي تصل إلى أوروبا، مش بس في المحيط العربي، اللي هنلاقي كل دولة عربية تقريبا فيها أكثر من نادي يحمل اسم النادي الأهلي. لا، ده احنا بنلاقي كمان المصريين اللي موجودين في ميلانو. محمد سليمان واحد من الأهلوية اللي في ميلانو اهتم بتأسيس رابطة لمحب النادي الأهلي في إيطاليا. الظروف اللي فيها إيطاليا ما خلتش محمد سليمان وصحابه ينسي النادي الأهلي، ويبعت للكابتن وليد صلاح الدين علشان يحضر تأسيس رابطة لمحب النادي الأهلي في ميلانو. فكرة رائعة، إنشاء صفحة للنادي الأهلي أو إنشاء رابطة للنادي الأهلي في أوروبا. هنيجي بعد كده في الكلام فكرة رائعة ازاي نقدر نفيد النادي الاهلي بيها في اوجه للاستفادة كبيرة جدا. في البداية ارحب بكم وبتواجدي معكم في هذا اللقاء الجيد. Io sarò a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione. وسأكون جاهزا للرد على أسئلتكم، ومن خلال عملي كناقد رياضي في إحدى القنوات الإيطالية الشهيرة، ومن خلالها سأكون داعم لهذا الكيان، وسأعمل على تطوير العلاقة بينكم وبين. لو حد حابب يسأل كابتن وليد صلاح الدين. عايز أسأل حضرتك من وجهة نظرك إزاي نطور العلاقة ما بين الجماهير وبعضها، وإزاي نقدر نزود شعبية جمهور النادي الأهلي في أوروبا زي ما هي زايدة في كل بلادنا العربية، وزي ما هي طبعا يمكن الشعبية الأولى في أفريقيا وفي بلادنا العربية. من وجهة نظرك إيه الحاجات اللي نقدر نعملها نزود بيها جمهور الأهلي في أوروبا؟ أنتوا عاملين فكرة رائعة، يعني فكرة زيادة جماهيرية النادي الأهلي في أوروبا، دي نقطة مهمة جدا وهدف مهم جدا على فكرة، هيفرق مع النادي الأهلي جدا حتى في السبونسرز، في الرعاة، في كل لما جماهيرية النادي الأهلي بتزيد
وعدد جماهيره بيزيد في العالم كله. إنه ما شاء الله النادي الأول طبعا في أفريقيا وفي الوطن العربي. يعني بالنسبة لأوروبا محتاجين فعلا الشعبية بتاعتنا تزيد، ومحتاجين فعلا جماهير النادي الأهلي تبقى في ازدياد على طول. وعلى فكرة ده هينفعنا جدا بعد كده في فكرة إيه اللي النادي الأهلي هيستفيد منه لما يكون في رابطة في إيطاليا في ميلانو، لما يكون في رابطة مثلا في برشلونة، لما يكون في رابطة مثلا في مدريد وهكذا. صباح الخير عليكم، معنا الآن الناقد الرياضي تيتسيانو، ونوجه له الشكر على تواجده معنا في هذا التجمع المهم، ونوجه له السؤال لمعرفة رأيه في هذا المؤتمر، وما هي وجهة نظره المستقبلية في تطوير العلاقة بين الأهلي والميلان؟ quali sono le sue impressioni? Ma le impressioni sono decisamente positive. طبعا هي بداية موفقة وأوجدت لدي انطباعا جيدا، وعلينا التوسع في تبادل الخبرات والثقافات، واليوم أتيحت لي الفرصة للتعرف على أشخاص جدد وهم قامة في الرياضة المصرية، وأنا فخور بتواجدي معكم وسأظل دائما داعم لهذه المنظومة. بص أستاذ إبراهيم، بصيت يا باشمهندس، الأستاذ محمد سليمان هو ضمن مجموعة من مشجعي النادي الأهلي وعايش في إيطاليا بقاله مدة، وحس إنه لازم يبقى له دور في تعريف إيطاليا بالنادي الأهلي وتاريخه. وبدأ فعلا يعني من خلال ارتداء التيشيرت والأعلام الحمراء والاحتفال قبل وبعض الماتشات المهمة انه يروج لفكره النادي الاهلي، وقدر يجذب انتباه الناس تساله ايه النادي الاهلي. وبيعمل دور كويس جدا، وهم متواصلين معايا بقالهم يمكن سنه ونص او سنتين. وبلغ بهم الامر ان هم بعتوا الكابتن وليد واستدعوه عشان يحضر زي تدشين للمجموعه دي. وانا يعني شايف ان من شأن مثل هذه الروابط خارج حدود الوطن مهم جدا، ولابد يبقى لنا طريقة للتواصل. وكانوا مؤلفين أغنية، مؤلفين وعاملين فيديوهات وحاجات، هقول لهم يتواصلوا معنا بيها، وإذا كنت تشوف حاجة نقدر. ده المجلة الهلال عندها مشروع في الاتجاه ده، هيبقى مفاجأة كبيرة قوي. أنا قلت له على فكرة يتصل بيه، هيبقى مفاجأة كبيرة قوي إن شاء الله بعد رمضان. مهم جدا إن احنا نبتدي يعني فكرة توسع في ان احنا ده احنا الطيور المهاجره اللي بره اضعاف اللي موجودين في مصر الاهلاويه. فباذن الله يبقى دي خطوه ضمن خطوات مهمه في هذا الاتجاه. طيب، هذه الشعبيه الكبيره للاهلي في الداخل والخارج، يعني ما اعتقدش المساله محتاجه ان احنا نقعد نناقش مين شعبيته اكتر. يعني الكلام ده يا جماعه خلوها اي تسالي، لانه في ماسوره هيافه ضربه اليومين دول في الاعلام الرياضي، ماسوره هيافه بجد. استضيف اي حد وبعد كده تسال اي اسئله. هو انت معني ليه تقول انك اكتر واحد؟ لانه مقياس تسويقي. فاحنا نرد ليه؟ نشوف التسويق على ارض الواقع مؤشراته مع مين. وعلى فكره قضيه يا سيدي، انت اكبر شعبيه في العالم، ودي هتزعلنا في ايه؟ طيب، لكن الواقع بيقول ايه؟ ده حاجه تانية. موقع فرنسي بقى ابزرفتوار دي سبورتس، متخصص في الشؤون المالية والرقمية، لأنه لما طلع الأستاذ عبد الرحمن بقى أو عبد المنعم بقى السكرتير عام الاتحاد الأفريقي الأسبوع اللي فات مع الزميل إبراهيم فاي، ولما سأله أكثر الأندية الأفريقية شعبية قال له النادي الأهلي. قال له أنا بتكلم على منصات، بتكلم على أرقام، لأنه الراجل متخصص في التسويق. هفكركم الأول باللي قاله عبد المنعم بقى سكرتير الاتحاد الافريقي، لانه المفترض ان الراجل بيتكلم رقميا، ولما اتكلم رقميا استاذ عبد المنعم بقى يا استاذ ابراهيم مغربي، ده مدير وكاله الاهرام. عشان تبقى عارف يعني. نفكركم باللي قاله. النادي الاكثر شعبيه في افريقيا بين هذه الانديه، الاهلي المصري، الترجي التونسي، الزمالك المصري، أم أي نادي إفريقي آخر في المرتبة الرابعة؟ بناء على الأمور الرقمية هو الأهلي لديه الشعبية الأكثر، سأقول الأهلي وفقا للإحصائيات. الأهلي
بالتأكيد سأقول بعدد المشجعين على المنصات الرقمية، سأقول أن الأكثر شهرة في أفريقيا هو الأهلي. وهو ده اللي بنقوله، بنقوله ده الراجل بتاع تسويق عايز يتكلم في قيم تسويقية، عايز يتكلم في رعايات، عايز يتكلم في مبالغ، عايز يتكلم في عدد المشاهدين لما يذكر البراند أو المصنف كم واحد مهتم بيه. فده مش حقيقي، يعني لا يعنيه شيء غير الأرقام. علشان كده زي ما قلت لكم، موقع إبزرفتوار دي سبورتس بيزنس ده متخصص في الشؤون المالية والرقمية في كرة القدم، بيرصد حجم المتابعة رقميا، وده المراقب الاقتصادي للرياضة. موقع على الانترنت حب يقيس الشعبية رقميا زي ما قالها سكرتير الاتحاد الافريقي او عبر عنها، اكد انه النادي الاهلي الاول على مستوى افريقيا والمنطقة العربية كلها، عنده تصنيف كبير جدا يتابعه 27 مليون متابعي النادي الاهلي عبر شبكة الانترنت ومنصاتها المختلفة، 27 مليون. الزمالك المركز الثاني 12 مليون، والرجاء المغربي 6 مليون، وكايزر تشيفز الجنوب افريقي 5 مليون، واورلاندو بيراتس الجنوب افريقي 4 مليون، ومتدرجه بعد كده الارقام، لكنه الاهلي تقريبا حاصل جمع عدد 4 5 6 فرق ورا منه 27 مليون لمتابع للنادي الاهلي. بس الحقيقه عبر ايه بقى؟ على الانترنت. على الانترنت اللي هي من خلال قناة الأهلي الرقمية، ولا ده حاجة تانية؟ لا دي حاجة تانية. طيب برضو شيء يذكر. يعني لأن لازم نذكر المركز الإعلامي في النادي الأهلي اللي هو أنشأ هذا الموقع واستطاع أن ينافس به عالميا. بالظبط، قناة اليوتيوب بتاعت النادي. بتاعت النادي. فهو لما تبقى بعد أربع أندية على مستوى العالم هو الخامس، وطبعا دي أرقام بقى على مستوى العالم. والأوبزيرفر حتى القايمة ديت في متابعات وسائل الإعلام المختلفة كلها، هتلاقيها متصنفة كل واحدة فيهم، أدي تويتر وأدي الفيسبوك وأدي انستجرام واليوتيوب، كل وسيط من الوسائط الإعلامية المختلفة حجمك فيها إيه. ده النادي الأهلي اللي مش محتاج كلام، واللي الحقيقة ساعة الجد بنلاقي ناس في قيمة الكابتن فاروق جعفر عارفين قيمة شعبية النادي الأهلي. رأيك ايه في الجدل اللي في الفتره الاخيره، شعبيه الاهلي اكتر، لا شعبيه الزمالك اكتر، لا شعبيه الزمالك اكتر في الخليج؟ لا الاهلي اكتر. الاهلي اكتر. بالنسبه قد ايه مثلا؟ كم الاهلي ما بياخد بطولات بيبان جماهيره، والزمالك ما بياخد بطولات بتبان جماهيره. ودي دي دي, دي 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 حاجه يعني عايز اقول ده واقع موجود. استاذ ابراهيم فايق بيسال سؤال برضو، يقول له ايه الجدل الجديد؟ ما هو انت دلوقتي تخلص من نادي القرن على نفس المستوى من الفكر والحوار، انك تخلق واقع غير موجود. تتكلم في الشعبيه، وكويس قوي انك انت دي القضايا اللي بتشغلك، لان دي قضايا محسومه. وهتفضل تتكلم فيها لحد انت بينك وبين نفسك تبقى عباره عن حوار او مونولوج بينك وبين نفسك، لان في الاخر انت بتسوق لمين؟ انت بتسوق للراي العام. الراي العام يا سيدي عارف، والامور واضحه عندهم كلهم، مين نادي القرن، مين، رغم المحاولات الكثيره جدا لمساعدتك والدفع بيك الى مناطق المنافسه، لكن في امور القلب وما يهوى بقى هتعمل فيها ايه؟ تعيش يا كابتن. الكابتن نعمان، الف رحمه ونور على واحد ممن احبوا الاهلي بصدق وعمق الحقيقه.